والمسيح الدجال إذا خرج ينزل بعده عيسى ابن مريم عليه السلام، ينزل من أجل أن يقتله. وقد جاءت أحاديث تبين صفات عيسى ابن مريم، وهو مسيح الهدى، بينما المسيح الدجال هو مسيح الضلالة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن عيسى عليه السلام ربعة من الرجال، أي مربوع كما جاء عند أبي داود، يعني ليس بالطويل وليس بالقصير. وجاء في الصحيحين أحمر، كأنما خرج من ديماس، يعني كأنما خرج من حمام. وجاء عند البخاري أنه جعد وعريض الصدر، وجاء عند مسلم أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. وعروة بن مسعود الثقفي هو أحد الصحابة الأجلاء، أسلم بعد انصراف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة الطائف، وكانت له يد بيضاء في صلح الحديبية. وهذا الرجل وهو عروة كان رجلا مطاعا محببا في قومه، فأتاهم ليدعوهم من الإسلام لكنهم قتلوه. وقد جاء حديث لا يصح كما بين ذلك الألباني رحمه الله في الضعيفة، مثل عروة كمثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه. هذا الحديث لا يصح كما نبه على ذلك الألباني رحمه الله. الشاهد من هذا أن من بين صفات عيسى عليه السلام كما جاء في الصحيحين أنه أدم، يعني أسمر. وكيف يوفق بين هذه الرواية وبين الرواية الأخرى أنه أحمر؟ قال العلماء إنه أدم لكنه كان صافي الأدمة، كان صافي الأدمة. ويؤيده أنه جاء عند أبي داود ما بين الحمرة والبياض، فهو فيه شيء من السمرة لكنها سمرة صافية. قال عليه الصلاة والسلام: أدم كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال. له لمة، الشعر إذا وصل إلى شحمة الأذنين يسمى بلمة. له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم، قد رجلها فهي تقطر ماء، يعني سرحها فهي تقطر ماء. وجاء عند مسلم أنه رجل الشعر، يعني أنه سبط الشعر، يعني ناعم الشعر. بينما في الرواية التي مرت معنا في صحيح البخاري أنه جعد. والتوفيق بينهما كما أشار ذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح أنه كان جعد، بمعنى أن جسمه متجعد لاكتناز لحمه، بينما رجل الشعر يعني أن شعره ناعم، فلا تعارض بين الروايتين. وجاء في صحيح مسلم من حديث النواس رضي الله عنه أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، وتنطق مهروذتين بالذال والدال، والدال أشهر، بين مهرودتين، أي لابس مهرودتين، وهما ثوبان يصبغان بورس ثم زعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه حيث ينتهي طرفه. فيطلبه، يعني يطلب عيسى ابن مريم، يطلب الدجال، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ولذا عند مسلم في الحديث الآخر أنه إذا رآه عدو الله، إذا رأى المسيح الدجال عيسى ابن مريم، إذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن الله يقتله بيده فيري الناس دمه في حربته. وهذا دليل على أنه من بني آدم، لأنه يقتله ويري الناس دمه في حربته. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله من الدجال، فيمسح عيسى ابن مريم وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة.
نزول عيسى بن مريم ينزل على فئة وهي الطائفة المنصورة، ولذا جاء في حديث عمران في مسند الإمام أحمد: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، بمعنى أن عيسى يقاتل معه من؟ الطائفة المنصورة، يقاتلون من؟ يقاتلون المسيح الدجال. قال ابن كثير رحمه الله في النهاية: قال وهذا هو الأشهر في موضع نزوله، فليس بدمشق منارة بيضاء سوى المنارة التي بجانب الجامع الأموي. يقول وهذا يناسب نزول عيسى، لأنه إذا نزل كما مر معنا قد أقيمت الصلاة للمهدي، فيقدم المهدي فيقول عيسى: لا، إن بعضكم لبعض أمير، تكريمة الله لهذه الأمة. فيقول هذا هو مناسب، من أن هذا المكان يكون شرق دمشق بجانب الجامع الأموي. قال رحمه الله: قال وفي سنة 41 و700 جدد المسلمون المنارة بأموال النصارى. فيقول رحمه الله: هذا من دلائل النبوة، أن عيسى الذي بعث إلى النصارى ينزل عند هذه المنارة التي جددت بأموال النصارى، فينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. انتهى كلامه رحمه الله. ونزول عيسى بن مريم عليه السلام دل على ذلك كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وإنه لعلم، يعني أن نزوله علم من علامات الساعة، ويدل له ما جاء في قراءة ابن عباس كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره وكذلك القرطبي: وإنه لعلم للساعة. في القراءة الأخرى: وإنه لعلم للساعة. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا هو القول الصحيح، وما عداه من الأقوال في الآية فلا يصح. ويدل له قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، على أشهر التفسيرين أن عيسى عليه السلام سيؤمن به من سيؤمن به إذا أدركه، سيؤمن به طائفة من اليهود في آخر الزمان. وعيسى ابن مريم إذا نزل كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إذا نزل يكسر الصليب كما أسلفنا، من باب الدلائل على أن دين النصارى قد حرف وبدل ولا يعتد به، ومن باب أنه لا يصح دين مع دين محمد عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال، فلا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والحكمة من نزول عيسى بن مريم دون غيره من الأنبياء، لماذا ينزل عيسى بن مريم دون غيره من الأنبياء؟ هناك أوجه أربعة، أصحها ما قاله ابن حجر رحمه الله في الفتح، من أنه ينزل ليدفع حجة اليهود الذين قالوا بأنهم قتلوه وصلبوه، فينزل عيسى بن مريم فيقتلهم ويقتل رئيسهم. من رئيسهم؟ الدجال، لأن أكثر أتباع المسيح الدجال هم اليهود. وهناك رأي للذهبي رحمه الله من أن عيسى بن مريم لما أخبر بصفة أمة محمد عليه الصلاة والسلام في الإنجيل من أن لهم فضلا وقدرا كما بين ذلك عز وجل في سورة الفتح، ومثلهم في الإنجيل، يعني صفة أمة محمد عليه الصلاة والسلام في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه، يعني فروعا له، كزرع أخرج شطأه فآزره، يعني قواه
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يدل هذا على أن أمة محمد من خلال هذه الآيات أنها أمة متحدة مجتمعة، مجتمعة على ماذا؟ على الحق. فلما سمع بصفاتهم دعا عيسى ربه عز وجل أن يجعله من أمة محمد. ولذا الذهبي رحمه الله في كتابه تجريد الصحابة قال إن عيسى نبي وصحابي، قال إن عيسى نبي وصحابي. أما كونه نبي فهذا شيء معلوم، أما كونه صحابي لأنه رأى، يقول الذهبي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به، يقول الذهبي وهو آخر الصحابة موتا. وعيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل يحكم بالإسلام ويكون مجددا له وليس حاكما بشريعة أخرى وليس ناسخا لأحكام شريعة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كلا. ولذا في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، هذا هو موسى، فكيف بعيسى؟ وإذا نزل عيسى لا تنقطع الأحكام الشرعية، بعض الناس ذهب إلى أن الأحكام الشرعية تنقطع إذا نزل عيسى، وهذا ليس بصحيح. لما؟ لأن الصلاة تقام ويصلي بهم المهدي ويصلي خلفه عيسى، ولأن عيسى سيحج كما جاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، طريق بين مكة والمدينة سلكه النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى غزوة الفتح ولما ذهب إلى مكة للحج، قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي أو ليجمع بين العمرة وبين الحج. وإذا جاء ذلكم الزمن زمن عيسى بن مريم عليه السلام عم الرخاء وكثرت البركة وانتشر الأمن. ولذا في صحيح مسلم ثم يقال للأرض ردي بركتك وأنبتي ثمرتك فتأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك الله في الرسل، يعني في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، حتى إن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. وفي مسند الإمام أحمد وصححه ابن حجر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتقع الأمانة على الأرض، يعني يقع الأمان على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، القلاص جمع قلوص وهي الناقة الشابة، وعبر بها فهي أعظم وأنفس أموال العرب، قال ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهب الشحناء والتباغ والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. قال النووي رحمه الله إنما يزهد فيها، يزهد في الإبل الشابة، إنما يزهد فيها لكثرة المال وقلة الآمال وعلم الناس بقرب الساعة. ومعنى لا يسهى عليها يعني لا يعتنى بها. وذهب القاضي عياض إلى أن زكاتها لا تطلب لأنه لا أحد يقبلها، وأنكر ذلك النووي، وليس بإنكاره بمستحسن لأنه ورد حديث يدل على ما ذكره القاضي عياض. جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وتترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير، وهذا يؤيد ما ذهب إليه القاضي عياض من أن الزكاة لا تطلب لعدم قبول الناس لها. وعيسى بن مريم عليه السلام جاء في صحيح مسلم ما يدل على أنه يبقى 7 سنين، على أنه يبقى 7 سنين، قال عليه الصلاة والسلام ثم يمكث 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. لكن جاء في مسند الإمام أحمد فيمكث في الأرض 40 سنة
ثم يموت فيصلي عليه المسلمون. كيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ رواية تقول إنه يبقى 7 سنين، وأخرى تقول إنه يبقى 40 سنة. قال بعض العلماء 7 سنين تضاف إلى ما عاشه قبل أن يرفع إلى السماء، لأنه رفع إلى السماء وعمره 33 سنة، فإذا جمعنا هذين العددين أصبح العدد 40 سنة. وهذا فيه ما فيه، ولذا ما ورد كما نص على ذلك ابن القيم في زاد المعاد، قال ما ورد أن عيسى رفع وعمره 33 سنة ليس له أثر متصل صحيح، انتهى كلامه رحمه الله من زاد المعاد. إذن لا تعارض بين الحديثين. لما؟ لأنه في رواية مسلم قال ثم يمكث في الأرض 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، فهذا لا يدل على تصريح بأنه يبقى 7 سنين، بل الرواية الجازمة التي تجزم هي التي تقول بأنه يمكث في الأرض 40 سنة، ثم جاء الترتيب، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وجاء في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام، قال في عيسى كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وتترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض، وتنزع حمة، الحمة هي السم، وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في في الحية فلا تضره، ويكون الذئب مع الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم يعني من الأمن والسلامة كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله عز وجل، وتضع الحرب أوزارها يعني لا حروب إذا نزل عيسى ابن مريم وقتل المسيح الدجال، قال وتضع الحرب أوزارها وتنبت الأرض نباتها حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الفرس بالدريهمات يعني لا يقبل ليس مرغوب فيه. وبين في هذا الحديث أنه قبل أن يخرج المسيح الدجال سيصيب الناس جوع شديد في غضون 3 سنين. قال وقبل خروج الدجال 3 سنوات يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى فتحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر الله عز وجل في السنة الثانية يأمر السماء أن تحبس ثلثي مطرها، ويأمر الله الأرض أن تحبس ثلثي نباتها، ويأمر الله عز وجل في السنة الثالثة يأمر السماء أن تحبس مطرها كله فلا تنزل قطرة، ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا يبقى ذات ظلف يعني ما تبقى بهائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام التهليل والتكبير والتحميد يجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام، هذا عند ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وصحح الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لعيش بعد المسيح يعني بعد عيسى بن مريم يؤذن في السماء بالقطر ويؤذن للأرض في النبات حتى لو بذرت حبتك على صفاه لنبتت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض.